السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو معنا جديد، فيديو جديد نتمنى ينال اعجابكم مع وصفه جديده اللي غبرنا عليكم بزاف بزاف صراحه. من ناحيه الوصفات عرفنا راسنا، قصرنا في القناه لانها هي متنوعه، خاص يكون فيها طياب لي فلوغ، وصفات طبيعيه، كل شيء. ولكن مع الظروف عذرونا حتى نتوما، لان ماشي رجينا وما بقيناش حطينا وصفات، يعني كانوا عندنا ظروف اللي ما لقيناش كيفاش نديرو. المهم ان شاء الله اليوم غنشارك معكم ماما واحد الوصفه اللي انا كتعجبني بزاف بزاف، ومناسبه لهاد الاجواء اللي حنا فيها مع قروب العيد كبير. اللي الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطولت عليكم، ما خليتش الشهر وما عرفت دابا نهضر ولا ما نهضرش. ولكن نقولوا لا، ما تتخليهاش تهضر، ما تتخليهاش تهضر، ها هي هضرات ما تبطل قنات. يلا مازال راقد نخلات هذا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كي دايرين مع الصحه؟ تنتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا اليوم هاد الوصفه اللي غزاله بزاف 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 بمناسبه العيد الكبير، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. كي دايرين؟ لاباس عليكم، توحشناكم، تنموتوا عليكم، قلقين علينا. وحده قالت ليها ما بقيتوش ديروا لنا هكا الوصفات وداك الشيء لحبيبه، تنديروا لكم. يلا كحطات لكم نورا هكا ديك الشهيوه ما نقولش لكم، جربوها راه تجي واعره بزاف بزاف. ويلا كحطيت لكم حتى انايا الوصفه ديال الوجه، ما نقولش لكم راه كترجع الوجه هكا كيدير. انا راه ما نقولش لكم الصراحه، ما بقيتش درت هاد الايامات، عرفتوا هادشي ديال من حاجه من حاجه الحاجه الحاجه، ولكن الحمد لله اليوم ان شاء الله جيت لكم غنصوب لكم تقليه بطريقتنا حنايا، طريقتي ديال الدار ديالي انا وخواتاتي امي الله يرحمها. ما نقولش لكم كتجي غزاله بزاف 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 واعره. وحتى بالنسبه للبنات المبتدئات غتخلي لكم نوره ليان ديال باش تنقيوها، ما بغيش انايا باش يجيني فيديو طويل نوريكم الطريقه ديال التنقي ديالها، غتخلي لكم نوري كي تحط المليه ديال النهار اللي انا كنت نقيها شحال هذاك العيد، داك العيد غتحطوا لكم باش تدخلوا تشوفوا الطريقه سهله باش تنقى. راه تنقات لينا فرمشه العين، وغادي نشارك معكم تجي زوينه. ام عليكم تلموت عليكم، اللي كان غير دايز بغي يشوف اختي التقليه، بغي يشوف التقليه المقليه كيفاش دايره، وقال غنطلو نمشي. لا ما طالش، خلي البصمه ديالك، شارك عندنا، شارك عندنا ورا هادشي كيبغي يشوف الوصفات. لا شارك عندنا كثير، شارك عندنا على قبل وجه الله وعلى وجه نورا السلطانه. مرحبا بكم كامل، الا درتو ابوني راه ما غاديش تدو بصح، وتعاليق زوينين ديالكم، وما نطولوش عليكم، ما فيها باس حتى نطولوا عليهم. نقول معاك كي دايرين؟ لاباس عليكم. شنو الاختي تبقى تدير لي هوك هوك؟ ما عرفت ما كتعجبنيش مقدمه، انا ما عرفت انا لا مبيه اللي تقرص البنت ولا بنتي اللي تقرصني. كنبقى ندير لها صافي ايوا مولي. يلا معنا نصوم معكم واحد التقليه غزاله زوينه فنه فنه فحالكم، ويلا معنا ام عليكم. يلا ودابا الكبيدات ديالي اشحيمات، عندنا هكا التقليه اللي من بعد ما نقيناها هانتوما، واخا انا مكذبش عليكم ما نقيتهاش ديك التنقيه اللي فحال اللي دارت نورا، هانتوما ها هي. المهم على القياس اللي بغيتو هانتوما. عندي مطيشه محكوكه اولا مطحونه هانتوما كيف تتشوفوا، بغيتو ديروا حتى مطيشه ديال الحك حتى هي تجي زوينه بها. عندي الثومون ربيع ها هي كيف تتشوفوا، ثم ربع المهم على حساب القياس ديال التقليه اللي عندكم. الزيتون والحامض طبيعه الحال اللي ضروري هما الرئيسي ديال هاد الوصفه اللي عندنا اليوم. كاين عندي الزيت، البزار، الخرقوم عرق اولا الزعفران ديرو ملون حتى هو ماشي مشكل. عندي الكمون، التحميره، الفلفل الاحمر والملحه، يعني داكشي ساهل ماهل، ما غتعذبوا ما غتمحنوا ما والو، مجرد ما التقليه تنقيوها صافي غديروا غير هادشي، غتجيكم تقليه ديال العاسات. انا نقول لكم قسما بالله بلا ما نحلف والله الا التقليه ديال العراسات تجي خطيره واعره بزاف بزاف. هانتوما كيف تتشوفوا، غادي ندير مطيشه بحال هكا، غادي نخويها ها هي كيف تتشوفوا. غندير هاد الثومه ربيع ها هويا طبيعه الحال على حساب كيف قلت لكم القياس اللي عندكم الثومه كيف تشوفوا. الزيت ها هو بسم الله، الملحه على حساب الذوق كل واحد وشنو، حيت غنديروا فيها الزيتون الحامض يعني ما نحتاجوش نديروا الملح بزاف، على حساب الذوق وصافي.
على حسب الكميه. خرقوم، عرق، ثوم، كان الزعفران الخرق، هذاك الزعفران العادي ديرو ماشي مشكل. كمون، كمون اللي ضروري ملتقى ليا، تحميره سهله وزوينه في نفس الوقت، تجي فنه على حسابي، شي هادي على حسابي، تجي غزاله غزاله غزاله. البزار اللي لابد منه، المهم الاقامه دائما عينيكم ميزانكم. صافي غادي ناخذ باش غادي نحركها. انا بغيت ندير بنات في كوكوط، علاش عندي الوقت وبغيت نديرها بحال شكل ديال العراسات، درتها في هاد الطنجره وغنخليها طيب ليا على المنقه القصريه. هي صغيره يعني، كاينه التقليه تكون كبيره تحتاج كوكوط، كاينه اللي تتكون صغيره. صراحه انا حيت عارفه عندي صغيره، صافي غادي ندير هاد الشيء كامل بحال هكا، وغادي ندير الماء وغادي نردها على الشكل ديال العراسات، يعني طيب ليا على المهل، طيب دقه 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 دقه. مني غادا طيب غادا ندير الماء، عطيني عيشة الماء، مني غادا ندير الماء صافي غادا طيب ليا على خاطرها، وغادي صافي نزيد الحامض والزيتون، وغادي تشوفوا معايا واحد التقلية، واحد التقلية يا سلام منقولش ليكم، كتجي كتحمق صافي على حساب اللوين هكا، واحد شوية على حساب اللون باش تجينا زوينة ملونة. مطيشات الحك انا دابا متوفرش عندي، اللي عنده يديرها، هي تجي فنه. البصله كاين اللي تيديرها، انا ما تنديرهاش، ما نكذب على الله ما تنديرش البصله، اما هي تدار فيها حتى هي تدار البصله تجي زوينه. الناس اللي تيديروا البصله احتراماتي ليهم، هي تجي مخيره، انا ما تنديرها الصراحه، وفي نفس الوقت تجي واعره، غير الثوم والربيع راهم كافيين. صافي غادي نردها دابا طيب، ونتلاقى معكم ان شاء الله من الطيب، وغادي نرمي الزيتون الحامض، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش جات، وانتم كاملين 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 كاينين هنا في القليب. يلا نتلاقى معكم ان شاء الله من الطيب. دابا الكبيدات ديالي ها انتم كيف تشوفوا، هي طابت ليا. انا البنات راه عندي الطنجره غايده بحال ديال العراس، راه بحال النحاس، ما نقولش لكم طابت لدرجه انها ولات بحال الزبده. ها انتم صافي، دابا غادي نرمي هنا الزيتون الحامض، حيت تنعرفو بأن التقلية تتواتي من الزيتون والحامض، راه إلا مكانش راه مكاين والو. هانتوما صافي، وغادي نخليها غير تشرب ليا غير شوية، تعلك لينا، منحطوش فيها الما بطبيعة الحال. لا التقلية تتبغي التغميرة، تتبغي تكون معلكة إلا بغيتها تطلع ليك ناجحة 100%. صافي دابا غنخليها تعلك ليا، وصافي نتلاقى معاكم ان شاء الله في الشكل النهائي. شوفوا ليا دابا البنات هانتوما قربه نوره، يعني البلور الماء ولا البلور ما تيبقاش. شوفوا هانتوما، هانتوما شوف تتبقى غير هاد لاصوص، ها هي معلكه ومعسله، ما نقولش لكم كيف غادي كيف تجي، راه دقتها جات واعره وفتيه ورطبه وطابت لي غير هنايا، والمذاق ما نقولش لكم يا سلام. هانتوما المهم الاهم التقليه، الا بغيتوها تجيكم ديال العراس ما يبقاش فيها حس البنات، نبغيوها تبقى لنا غير معلكه ومعسله. ها هي، اما هذاك البلوم الصراحه اللي تيخلي فيها شويه ما تجيش، ملي تبقى تتشرب تتشرب تجينا رائعه. هذا راه ديال العيد وفي نفس الوقت ديال المناسبات، هكا في العراسات اللي كانوا بكري كان بنادم تيذبح البقره وداك الشيء صافي، وتيطيب لك التقليه كي تتجي يا لاله ويا مولاتي، تتجي رائعه مع الزيتون الاحمر، راه كتجي معلكه ومعسله. انتوما شوفوا ليا، وكيف قلت لكم انا اللي بغى يدير فيها هكا البصله راه تيديرها، انا ما تنديرهاش، وفي نفس الوقت شوفوا كيفاش جات، قربي المنور شوفوا التعليكه يا لاله ويا لاله. شوفوا ليا، اللي بغى يدير مطيشه الحك حتى هي يديرها ماشي مشكل، تتجي غزاله. ها انتم حتى هي بلا مطيشه الحك عاوتاني شوفوا كي جات. انا تنعطيكم حاجه ساهله، مثلا ما عندكش مطيشه الحك ما ديريهاش وغتجي غزاله. شوفوا لاصوص معلكه 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 واعره، بغيتو ما عندكمش البصله ما ديروهاش،
مهم احنا مع الحاجه سهله مع هاد الحويمه فحال هكا اللي تيعطي واحد المذاق اللي رائع. شوفوا تجي غزاله بزاف بزاف بهذه الطريقه اللي عطيتكم نتوما. الحمد لله راه المراه المغربيه حنايا التقليه الحمد لله كل شيء تيعرف ليها، غير هي تتبقى طبيعه الحال من مدينه لمدينه ومن مراه لمراه كيفاش تدير ليها. انا عطيتكم هذه الطريقه ديالي اش غنقول لكم ناجحه 100% ومتاكده من نفسي اللي صوباتها بهذه الطريقه متاكده بانها غتعجبها 1000000%. معلكه معسله شوفوا هانتوما مع هاد الزويتينات حامضين هانتوما الزويتينات كحامضين شوفوا مع الحامض وصافي. كانت هذه هي التقليه ديالنا ديال اليوم ديال العيد الكبير ان شاء الله اللي الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ونتلاقاو هكا ان شاء الله فيديوهات جداد معاكم مراحل جداد ديال العيد الكبير ان شاء الله. كل مره نلوح لكم هكا شي حاجه صافي حتى يوصل العيد الكبير ان شاء الله وعاد غنشارك معكم ان شاء الله. يوليو حتى روتينات هكا يكون فيديو من يطلعوا للدار ان شاء الله. واش نقلب نهضر معاكم ولا صافي انا طول عليهم فيديو على اللي عارفه. يلا سيروا يلا تتوحشوني ونتوحشكم ان شاء الله ونلقاو فيديو جديد كيف العاده. ما تتبغيش هذه تكال وهي بارده تتجمع خلينا نمشيو نهار هما يا اختي واللي تتوحم سمح لينا بصحتكم. هيا